للتعليق على الأسواق العالمية انضم إلينا مباشرة من لندن السيد أشرف العايدي الرئيس التنفيذي لشركة انتر ماركت ستراتيجي، أهلا وسهلا بك معنا اليوم. إذا يعني كما كنا نتحدث قبيل القمة الأوروبية أنه هذه الفرصة من أجل يعني إنقاذ منطقة اليورو، يبدو أنه التداعيات الإيجابية لم تستمر كثيرا، رأينا بعض الارتفاعات صباح اليوم في الأسواق الآسيوية، ما سبب التحول في نفسية المستثمرين مع افتتاح الأسواق الأوروبية وأيضا الأسواق مؤشرات وول ستريت مساء اليوم؟ لأنه كان السوق ينتظر يعني قرار شركة S&P بعد التحذير الكبير الذي أتى يوم الثلاثاء ولا يوم الأربعاء، أظن يوم الاثنين الأسبوع اللي فات، قالوا أنه سيحذرون أنه يمكن أن يخفضون التصنيف الائتماني لفرنسا ولألمانيا، وسنقرر ذلك بعد مؤتمر القمة الأوروبي. إجا مؤتمر القمة، راح مؤتمر القمة، إجا الويكند نهاية الأسبوع، بينما الأسواق كانت عم تنتظر قرار S&P. إجت شركة موديز وقالت أنه نحن سنحذر، وسنحذر أنه يمكن أن نخفض وجهة نظر لنا للبلدان في أوروبا. فالسوق لما واحد يكون متعامل بالأسواق المالية وباليورو، وليكون له يعني بالجيم ثيوري ولا كما يسمى يعني خيار اللعب، هل يشتري أو هل يبيع ولا لا يشارك في السوق، ولما اليورو يأخذ ارتداد إلى نحو 33.70 ودولار 34، يعطي المجال للبيع في اليورو ولا الشراء. إذا كان اليورو بدولار 31 ولا دولار 32 بيوم الأحد بآسيا ولا يوم الاثنين، هذا يعطي فرصة للشراء. فنحن نقول أنه الأسواق الآن عم تتحرك، ولكن قبل نحن هنا في شركة انتر ماركت الاستراتيجي نقول انه ما زالت خسائر نحو دولار و30 وحتى دولار و28 في اليورو. ولذلك ماهرة، انه يمكن، ما بعرف اذا سؤالك المقبل سيكون ماذا عن الذهب. الذهب اللي قلنا بالاسبوع اللي فات انه بالرغم من انه هو لديه ملجأ الامان، اليوم لقد فقد 30 دولار، لانه تم هناك الخسائر من الاسواق ومن الفندز التي عملت المصاري في الذهب بهذا العام، والان تريد ان تبيع من هذا الملجأ الامان بعد يتم اللجوء الى الامان في وقت المخاطر. الواحد بده يبيع من الأمان هذا لكي كما يقول يجني الأرباح. طيب دعنا، إلى أين أشرف، إلى أين يتجه اليورو الآن؟ إحنا الآن عدنا إلى مستويات 1.32، هل ممكن أن يتجه إلى ما دون 1.30؟ وهل فعلا لا يوجد حل للأزمة الأوروبية في هذا الوقت؟ كما قلنا يوم الجمعة في قناة العربية، الحل الوحيد الآن هو أنه يمكن أن تأتي الصين والبرازيل، ويقولون أنه نحن سنشارك بمساعدة الدول الأوروبية التي ستعطي حوالي 200 مليار يورو في هذه الصندوق الاستقراري، ونحن البلدان الناشئة البريكس البرازيل والصين ويمكن بلكن روسيا سنزيد حوالي 150 ولا 120 مليار. بدون هذا الكلام لا نعتقد أنه في هناك أي حل مهيرة. أما اليورو يمكن أن نرى ارتدادات إلى 33 و33.50، ولكن نحن أن السوق يريد الاتجاه إلى دولار و29 و28، لأنه في هناك ديناميكيات أخرى، وهو أن ألمانيا الآن دخلت إلى كونتراكشن، وهو دخلت في مرحلة ركود، وكما قالت شركة فيتش اليوم قالت انه تتوقع انه اليوروزون، منطقة اليورو يعني 3 بلاد، انه ستنخفض النمو، سينخفض 0.4% في 2012. السيد أشرف العايدي الرئيس التنفيذي لشركة انتر ماركت ستراتيجي كنت معنا من لندن، شكرا جزيلا لك.